رجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام وبنجدد التحية لحضراتكم. الحقيقة دلوقتي معانا فقرة حوارية مهمة جدا هنتكلم فيها تحديدا عن الطب البيطري ودوره في خدمة المجتمع. هنتكلم أيضا عن كليات الطب والمراكز البحثية وأهميتها في تشخيص الأمراض الحيوانية والداجنة. هنتكلم أيضا من خلال هذه الفقرة عن جهود رفع كفاءة الباحثين والتحديات التي تواجههم على وجه التحديد. كل ده هنناقشه دلوقتي مع ضيفي المشرفني في مصر كل يوم الدكتور علاء الدين حسين مصطفى، عميد كلية الطب البيطري بجامعة السادات. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة هنبتدي بالحديث عن كليات الطب البيطري. طبعا كليات الطب البيطري بشكل عام تعتبر أساس للطب البيطري في مصر من الناحية الأكاديمية، ولكن لها دور أيضا كبير جدا ربما في التعامل مع المشكلات الخاصة بالثروة الداجنة والثروة الحيوانية. بداية نتكلم عن دور كليات الطب البيطري والتعامل مع المراكز البحثية من أجل احتواء بعض الأزمات والأمراض أو الكشف عن الأوبئة والأمراض في الثروة الحيوانية وأيضا الداجنة بشكل عام. هو طبعا حضرتك الأول شكرا على الاستضافة كريمة. الطب البيطري في مصر عمره أكتر من 200 سنة. 200 سنة. بدايات التعليم البيطري في مصر من أيام محمد علي 1805 أول مدرسة للطب البيطري أنشئت في أبو قير. 1805. يعني من أقدم الكليات أو المدارس البيطري في الوقت دوت على مستوى يمكن الشرق الأوسط كله يعني. فطب مصر رائدة في التعليم الطب البيطري. إحنا النهاردة عندنا 22 كلية طب بيطري على مستوى المحافظات كلها. نعم. طبعا يكاد يكون في كل محافظة فيها كلية للطب البيطري. بنطلع كل سنة آلاف الأطباء البيطريين اللي بيكون مستواهم على مستوى عالمي، اللي عندنا ما يطلق عليه One Day Old Veterinarian. أول يوم يتخرج الخريج يبقى عنده المقدرة إنه ينزل الحقل، لو طلب منه عملية قيصرية في أي حالة يقدر يتعامل معها. لو عنده عملية جراحية يقدر يشتغل فيها. وعندنا طلبة خريجين من أول يوم بينزل الفيل بيبتدي يشتغل، بياخد حالات ويعمل دوره يعني كامل، يعني بيتم دمجه في سوق العمل مباشرة وما بيبقاش فيه فجوة بين النظرية والتطبيق كما هو موجود في بعض الكليات، يعني أو كما يقال يعني دائما في تواصل ما بين أو في اتساق ما بين التعليم الأكاديمي وما بين سوق العمل بعد التخرج. بص حضرتك من أول يوم الطالب بنستقبله في الدفعة. نعم. أول ما بيخش عندنا الكلية بنعمل لهم طبعا حفل استقبال الطلبة الجداد، فبنقول لهم أنت تخيل نفسك بعد 5 سنين من دلوقتي وأنت خريج هتبقى مطلوب منك تعمل ايه؟ تبتدي تشتغل على نفسك، ايه المهارات اللي مطلوبه منك بحيث تبتدي تبقى تاخد المهارات اول ما تنزل سوق العمل تبقى جاهز ان انت تتعامل فيما يطلق منك في اي حاجه في سوق العمل. رائع. فالحمد لله يعني. وعلى المستوى العالمي الاطباء البيطريين مطلوبين في كل، سواء في الولايات المتحده بياخدوا الاطباء المصريين البيطريين، سواء في الوطن العربي كله. فالحقيقه يعني احنا مهيئين ان احنا نطلع اطباء بيطريين على مستوى عالمي. جميل. طيب البحوث العلمية، تطوير أداء البحوث العلمية والمراكز البحثية أيضا بالتعاون مع كليات الطب البيطري في خدمة المجتمع سواء فيما يتعلق بالثروة الداجنة أو الحيوانية أو أيضا السمكية. بص حضرتك أي كلية وأي مؤسسة تعليمية دورها 3 حاجات أساسية. نعم. أول حاجة طبعا تخريج الطلاب، تعليم الطلاب، وبعد كده البحث العلمي والبحوث العلمية، وبعدين خدمة المجتمع وتنمية البيئة. طبعا الخطة الكلية الاستراتيجية في البحث العلمي بتبقى رقم واحد حل المشاكل المجتمعية. احنا عندنا مشاكل سواء في انتاج اللقاحات، سواء في الحالات اللي بنقابلها، سواء في الامراض اللي ممكن نتقابلها. فلازم كل الابحاث بتتحط خطة استراتيجية في كل كلية تبقى للمنطقة اللي موجودة فيها. نعم. بحيث ان هي تبقى تقدر تحل مشكلة متواجدة في المجتمع. ده الاصل في البحث العلمي. احنا دايما نقول البحث العلمي ان لم يكن ينتج منه ناتج يبقى إذن لا فائدة له ولا قيمة ليس له. فقط البحث العلمي أو شهادات الماجستير والدكتوراه حبيسه الأدراج، ولكن بيتم تطبيقها دلوقتي بشكل عملي على أرض الواقع واستخدامها في حل مشكلات قائمة ذاتها. بالضبط كده يا فندم. يبقى بحث تطبيق ويبقى ليه عائد على الاستثمار اللي هو بيستثمر في البحث العلمي ده كده. جميل. طيب احنا شايفين الدولة المصرية بتقوم بدور مهم جدا في مجال المشروعات القومية. المشروعات القومية حدث ولا حرج في جميع القطاعات وفي جميع المجالات ومنها أيضا الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وما إلى ذلك. دور كليات الطب البيطري تحديدا في التعاون مع الدولة المصرية في المشروعات القومية وربما التعاون فيما يتعلق بنقل الخبرة في هذا المجال. بص حضرتك خطة مصر 2030، الجمهورية الجديدة، التنمية المستدامة،
هو دوت الخطة اللي احنا بنتماشى مع رؤية الدولة. رؤية الدولة احنا بنتكلم لما بنتكلم عن قطاع الطب البيطري يبقى هذا القطاع اللي بيخدم ما لا يقل عن نصف المجتمع، 60% من المصريين في القرى وفي المحافظات فهم دول المستفيدين من خدمة الطب البيطري، وهي ده اللي الدولة عينها عليهم، هي ديت اللي عايزة تحللهم مشاكلهم، هي ده اللي عايزة تخلي النهوض بالثروة الحيوانية. فنبص نلاقي فيه مشروعات عملاقة من أول توشكا لغاية العمرية لغاية كل المشروعات الجديدة دي كلها، الأساس فيها رفع القيمة بتاعت الثروة الحيوانية في مصر، بحيث ان هي دي رؤية مصر 2030. جميل. يعني هناك اتساق ما بين اهداف كليات الطب البيطري وبين اهداف الدولة المصرية في تحقيق رؤية 2030 وفي تحقيق اهداف ايضا التنمية المستدامة وحفظ حقوق الاجيال القادمة. طيب الدور ايضا كليات الطب البيطري في مجال القوافل الطبية البيطرية، اكيد في قوافل بيطرية بتجوب المحافظات والقرى والنجوع، حضرتك قلت واشرت الى التعاون والتنسيق بين اهالينا في جميع المحافظات، دورها في احداث نوع من التعاون في هذا الاطار القوافل البيطرية على وجه التحديد. طبعا حضرتك كلنا مشروع حياة كريمة، نعم، المستهدف منه يخدم 60 مليون مواطن مصري. احنا عندنا مثلا الكليه بتاعتنا في نطاق المحافظه المنوفيه يكاد يكون كل اسبوع في قافله بيطريه بتطلع لاحد القرى او لاحد الاماكن المحيطه بالكليه، بحيث انها تخدم، ولما القافله بتطلع بتطلع بكل التخصصات اللي موجوده في الكليه، من اول الاساتذه رؤساء الاقسام لغايه اصغر المعيدين لغايه الطلبه، وفي كل التخصصات سواء في الجراحه سواء في الولاده سواء في البطنه سواء في المعديه سواء في الدواجن، كل تخصصات الكليه. نعم. بالطلبه بالاستاف كله وبالاجهزه بكل ما فيها من ادويه بتقدم الخدمات مجانا، وطبعا بنجوب تقريبا كل القرى بالتعاون طبعا مع مديريه الطب البيطري المنوط بيها تخدم هذه القرى، تنسيق كامل وخدمه كامله لاهالينا وناسنا في هذه القرى. يعني طيب رده فعل بقى اهالينا وناسنا في القرى والمحافظات، هل في نوع من انواع التعاون والتقدير لدور كليات الطب البيطري والتعاون بشكل ايجابي مع هذه القوافل البيطريه؟ هو الاستفادة منها دي نقطة مهمة طبعا. بص حضرتك احنا طبعا لما يكون عم نطلع قافلة مثلا، معروف اليوم اللي بنطلع في القافلة الإرشاد البيطري بيقوم بدوره قبل القافلة بحوالي 4-5 أيام، بيتم إعلان إنه هيتم تنظيم قافلة في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، بتبتدي الأهالي تستعد لهذا اليوم، والحقيقة بنلاقي استقبال حافل يستقبلونا سواء من شيخ القرية سواء من المواطنين نفسهم، لأن هم بيبقوا حاسين إن الناس دي جاية تساعدهم والناس دي جاية تخدمهم. فالحقيقه بطبيعته الشعب المصري كريم، فبيبقى فيه كرم استقبال وحفاوه غير عاديه في الاماكن اللي احنا بنزورها، خاصه في القرى والنجوع هم اهل كرم الحقيقه. ده حقيقه، وهم كمان بيبقوا ممتنين جدا للخدمات اللي هم بتتقدم لهم، لان هم بتبقى كلها بالمجان، كل الادويه كل العمليات كل ما له علاقه بالاجهزه بتكون بالمجان تماما يعني. طيب دور كليات الطب البيطري لا يقتصر فقط على الداخل او التعاون مع الجهات داخل الدوله المصريه، بالتاكيد في تنسيق ما بين كليات الطب البيطري في مصر وبين جهات دوليه بعينها، مع ايضا بعض الكليات العالميه، ربما بعض بروتوكولات التفاهم ومذكرات التفاهم والتعاون بين بعض المنظمات في هذا الشان. كيف يتم التنسيق بين مصر وبين هذه المنظمات او هذه المؤسسات البحثيه والعلميه الدوليه وليس فقط داخليا؟ العالم زي ما حضرتك عارفة التحول إلى قرية صغيرة، فقصة إن احنا نبقى منغلقين على أنفسنا ما عادش خلاص الكلام ده كله، صحيح. فتدويل التعليم وتدويل التعليم الطب البيطري وتدويل حتى الخدمات كلها أصبحت حاجة واقعية لازم نتعامل معها. فطبعا احنا كليتنا عندها كمية من الاتفاقيات مع الدول سواء الأفريقية دول حوض النيل، تبادل طلابي، حتى بعض الجامعات جامعة تسكيجي في الولايات المتحدة الأمريكية، في طلاب أمريكان بيجوا يتدربوا عندنا هنا، وفي بروتوكول هنبتدي نبعت طلاب يروحوا يزوروا مع اليابان. فالحقيقة في تنسيق كامل وفي اتحاد لكليات الطب البيطري على مستوى الوطن العربي. فالحقيقة التكامل والتناسق مع هذه المؤسسات العلمية يعني أصبح حاجة من الضروريات يعني. طب مدى الاستفادة، يعني مدى الاستفادة من هذا التنسيق؟ بالتأكيد هو شيء رائع يعني هذا التعاون على المستوى الدولي، ولكن بالتأكيد هنخرج بتوصيات، هنخرج ببعض النتائج من هذا التعاون سواء فيما يتعلق بخدمة المجتمع المصري أو ربما أيضا نقل الخبرة لبعض الدول الأخرى مثلا كالدول الإفريقية وما إلى ذلك. زي ما حضرتك عارفة إن الأصل في أي حاجة حل مشكلة،
لما بيكون حد عنده مشكله نقدر نحلها ازاي. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا من الخبرات، احنا عندنا معهد بحوث الامصار واللقاحات من 1905. صحيح. من اقدم المؤسسات اللي موجوده في المنطقه كلها، فنقدر ان احنا عندنا خبرات في تحصين وتحضير اللقاحات البيطريه المطلوبه، مش بس لجمهوريه مصر العربيه، سواء على الدول الافريقيه سواء في الدول العربيه. انت حضرتك عارفه لما بنيجي نحضر لقاح بيبقى العطارات اللي بتحضر منها اللقاح بتبقى حسب الاماكن الموجوده فيها، الاماكن الجغرافيه. نعم. لانه بيرتبط بالوبائيه بتاعت هذا المرض نفسه. فلازم تتعزل العطارات من اماكن وجود الوباء ده، وبنيجي نحضرها في عندنا من المعامل اللي نقدر نحضر فيها اللقاحات المطلوبه. عندنا معامل معتمده تقدر تشخص المسبب المرضي لاي مرض ونحل. والحقيقه احنا بقينا يعني مرجعيه في المنطقه العربيه من حيث الخبرات في تحضير اللقاحات، حل المشكلات، تشخيص الامراض، ومعامل معتمده نتائجها معتمده دوليا على مستوى العالم. رائع. طيب حضرتك احنا بنتكلم عن الباحثين. الباحثين بالتاكيد ليهم دور مهم جدا، ربما في يعني بيكون لهم نظره استباقيه، واحنا بنعتمد بشكل كبير جدا في الدوله المصريه على ان يكون عندنا نظره استباقيه بحيث ان احنا نقدر ان احنا نتعامل مع المشكله قبل حدوثها. دور الكليات في رفع كفاءه الباحثين بحيث ان هم يقدموا ابحاث واقعيه لها علاقه بالواقع وليها قدره ايضا على التعامل مع المشكلات المستقبليه الخاصه او المتعلقه بالطب البيطري، سواء كان في برضو الثروه الحيوانيه او الدجنه وايضا السمكيه زي ما احنا بنتكلم. تمام حضرتك. كل شويه بيحصل تحديث للخطه البحثيه للمؤسسه التعليميه، سواء كليه عندنا سواء في اي مؤسسه تعليميه، بيتعرف ايه المشكلات اللي موجوده في الوقت دوت. نعم. يعني مثلا فتره الكورونا كان بيبقى في مشاريع بحثيه مخصصه لاي حد عايز يعمل شغل على الكورونا، سواء في التشخيص سواء في الوقايه سواء في التحصين. وبالحمد لله الجامعه عندنا كانت سباقه في انها تطلع مشاريع بحثيه. احنا الكليه عندنا كان ليها نصيب انها اخذت مشروع بحثي عن الكورونا، وكان لنا دور في استنباط وسائل تشخيصيه لهذا الوباء في الوقت دوت. وده كان مثال بس كده، لكن بيبقى في خطه مرتبطه بالمشاكل اللي موجوده سواء بالامراض اللي في الدواجن، في الحيوانات الحلابه، في الاماكن دي كده. بنقدر ان احنا نحط خطه بحيث ان في الاول وفي الاخر سواء الباحث يستفاد، سواء البحث العلمي يكون له مردود على المجتمع، سواء يبقى في الاخر خالص الناتج من هذا البحث حاجه مفيده سواء للمجتمع سواء للباحث نفسه سواء للكليه. جميل. دي كلها ايجابيات ونقاط قوه ونقاط امل فيما يتعلق بدور يعني كليات الطب البيطري في مصر، ولكن بالتاكيد لابد من وجود تحديات ولابد من وجود بعض المشكلات اللي بتواجه كليات الطب البيطري او يعني تفعيل دورها على ارض الواقع خلال يعني الفترة دي، لأن احنا طبعا بنمر بمشكلات اقتصادية كجزء من العالم، بنعاني ويلات الحرب الأوكرانية الروسية، أزمة كورونا وما إلى ذلك، وأيضا هناك تحديات ربما تتعلق باللوجستيات. إذا حبينا نتكلم عن أهم التحديات اللي بتواجه كليات الطب البيطري في الوقت الراهن وكيفية أيضا التعامل معها. هو بص طبعا حضرتك مش احنا بس اللي عندنا المشكلات دي، العالم كله بقى فيه مشكلات دلوقتي. صحيح. احنا بالنسبه لنا بما ان احنا عندنا مواد تشخيصيه بنضطر ان احنا نستوردها من بره، بقت الحكايه ما عادتش زي الاول يعني. نعم. سواء مكلفه من حيث العمله الصعبه سواء كده، لكن احنا بنحاول نشتغل عليه دلوقتي ان احنا يبقى عندنا الحاجات الذاتيه اللي نقدر نشتغل عليها بحيث ان احنا نستغنى من استيراد الحاجات اللي هي بنحتاج نجيبها من بره. جميل. وده دور الجامعات في ان هي تحل مشكله لحاجه قائمه يعني. نعم. يعني دور كليات الطب البيطري ليها دور في ربما توطين المنتج المصري او المحلي بشكل عام وعدم الاعتماد على الاستيراد. يعني بص حضرتك كمثال بسيط، دايما الدولة بتنادي بالتوطين يعني سواء صناعة أو زراعة أو أي شيء بشكل عام. احنا مثلا كمصر كدولة ليست دولة مراعي. نعم. احنا ليس دولة منتجة للأعلاف. آه. ودي مشكلة كبيرة بنواجهها. ده تحدي في حقيقة. ده تحدي. صحيح. لكن احنا دورنا كبحث علمي نشوف بدائل لهذه الأعلاف. احنا عندنا مثلا مخلفات زراعية، قش الرز، منتجات المصانع، فدورنا ان احنا نشوف هل نقدر نستفيد من هذه المخلفات بحيث نقلل من فاتورة استيراد الذرة الصفراء، الكزب الصويا، الحاجات اللي احنا بنحتاجها في الأعلاف دي كلها. هو ده الهدف من البحث العلمي. واحنا كدولة عندنا كمية مخلفات كبيرة جدا نقدر نستفيد منها في البحث العلمي، نحولها إلى حاجة ذات قيمة، وده اللي هو تحويل البحث العلمي لحاجة منتجة. طيب هاخد من كلام حضرتك سؤال آخر.
تطوير منظومة البحث العلمي. كيف يمكن تطوير منظومة البحث العلمي في الوقت الراهن، وإيه هي احتياجاتنا من أجل يعني تطوير هذه المنظومة سواء في مجال صحة الحيوان أو صحة الدواجن؟ لأن طبعا التطوير يعني احنا دايما الرئيس بينادي بشكل يعني كبير زي ما احنا قلنا كده، أن يكون عندنا نظرة أوسع وأبعد لما هو آتي أو لما هو قادم في أي مجال أيا كان. بص حضرتك، استراتيجية البحث العلمي في الوزارة الجديدة اللي هو الإبداع والابتكار. جميل. أي بحث علمي لابد أن هو يترجم لأمة منتج جديد، لأمة براءة اختراع، لأمة حاجة تستفيد منه الدولة والمجتمع. نعم. فهو ده الأساس. لما نيجي نحط ونوافق على بحث علمي، تسجيل رسالة ماجستير دكتوراه، نشوف هل الرسالة دي المنتج المجتمع يستفيد منه؟ لو كان كده نبتدي نوافق عليها ونبتدي تاخد الابروفال بتاعها. ان ما كانش نشوف حاجه تانية اهم. ففي وحده ابداع وابتكار في كل كليه دلوقتي، تحس تشوف جدوى هذا البحث العلمي هيطلع منه ايه كمنتج في الاخر يعني. طب خلاص. مشاركه هذه الكليات في المؤتمرات الدوليه من اجل الاستفاده من احدث ما وصلت اليه التكنولوجيا او وصلت اليه الدول على مستوى العالم في مجال الطب البيطري، يعني مدى المشاركة ومدى الاستفادة والتعاون مع هذه الدول في مجال المؤتمرات والندوات الخاصة بهذا العلم أو بالطب البيطري؟ بص حضرتك، طبعا المؤتمرات ديت من الإيفنتات المهمة جدا اللي كل الزملاء عندنا بيبقوا حريصين في مشاركة فيها، سواء في الدولية سواء المحلية. احنا كلية نفسها بتحضر كل سنة كل سنتين مؤتمر دولي، كل سنتين كل مؤتمر دولي. يعني سنة أو سنة لا، رائع. لأن طبعا تنظيم مؤتمر بيبقى محتاج ترتيبات لوجستيات كلية الطب البيطري على مستوى كل كلية، كليتنا احنا مثلا وكل كلية كذلك يعني. تمام. ده بيبقى زي كده حفل لكل المنتج العلمي لهذه الكلية على مستوى الأقسام العلمية كلها. جميل. ده غير طبعا النشر العلمي الدولي. النشر العلمي الدولي دلوقتي بقى كل الزملاء عندنا سواء الهيئة المعاونة سواء أعضاء التدريس كله بقى له باع كبير جدا في النشر الدولي. والحقيقه الدوله مهتميه جدا بالنشر الدولي وبقت تتحمل تكاليف النشر الدولي تماما. يعني مصر دلوقتي بقت مصنفه رقم واحد على مستوى افريقيا في النشر العلمي الدولي. نعم. فهو ده يعني الابداع، الابتكار، النشر العلمي الدولي، المشاركه الدوليه ومؤتمرات الدوليه. طيب، الدوله المصريه في الفتره الاخيره ليها رؤيه مختلفه، وفي بلورة كده لرؤية ربما تعتمد على الأفكار خارج الصندوق أو out of the box زي ما بيقولوا. طيب، كيفية تدريب الطلاب والباحثين والدارسين في الكلية بحيث أن يكون لهم دور متسق مع رؤية الدولة الحالية، يعني مش فقط أن هم يكون لهم دور في مجالهم أو التعامل مع المزارع أو التعامل مع أهلينا في القرى والنجوة، ولكن يكون هناك يعني شيء من التكامل مع رؤية الدولة ومساعدتها في تحقيق المشروعات القومية والأشياء اللي الدولة بتعول عليها كتير في الجمهورية الجديدة دلوقتي. الرؤية مصر 2030 رقم واحد فيها بناء الإنسان المصري. تمام. الأهم من المعرفة والنولج المهارات. ودايما احنا بنقول للطلبة عندنا انت بعد لما هتتخرج مش مهم، اهم حاجة عندك المهارات اللي انت بتعرف تعملها. نعم. المهارات ديت مهارات مادية بتعرف تشغلها بإيدك. وفي بقى ما يطلق عليه ودي الأهم السوفت سكيلز. ازاي بتقدر تتعامل مع الناس، ازاي تقدر تعمل نيجوشيشن مع حد، ازاي تقدر ترتب افكارك، الكريتيكال ثينكينج، هي دي ما يطلق عليها السوفت سكيلز. وده اللي هي بنحاول نعلمها لاولادنا ولشبابنا من اول يوم يخشوا الكليه فيها. وهو ده الرؤيه الاساسيه، بناء الانسان المصري. طيب، رأس احنا المال عايزين البشري. خريج متميز، يعني احنا الرئيس شفنا في اكتر من محفل وفي اكتر من مؤتمر كان بيعول بشكل كبير جدا على الخريجين ونوعيه الخريجين، يمكن حتى قال في حديثه عن كليات الهندسه مثلا على سبيل المثال الحصر ان لما عملوا اختبارات لعدد من خريجين كليات الهندسه بما يتوافق مع الاستراتيجيات او المعايير الجديده للحكم عليهم، الذكاء الاصطناعي وما الى ذلك، العلوم التقدميه، لقى ان عدد قليل جدا يستطيع التعامل مع معطيات التقنية الحديثة. طيب، خريج كليات الطب البيطري عشان نقدر نوصل للمستوى اللي يمكن القيادة الرشيدة أو الرئيس دايما بيعول عليه بشكل كبير، محتاج لإيه؟ محتاج لإيه في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي؟ هقول لحضرتك حاجة، يعني بالصدفة كده لسه النهاردة كنا بنعمل بروتوكول جامعة الطفل. جامعة الطفل احنا بنستقبل عندنا طلاب. جميل. من عمر 9 سنين
لحد 12 سنه. رائع. وبنديهم العلوم اللي هي بيحتاجوها عشان بيسموهم علماء المستقبل. جميل. بنستضيف الطلاب دي عندنا في الكليه عندنا في الجامعه وبندرس لهم، بيشتغلوا بايديهم الحاجات اللي هم المفروض بياخدوها في اولى جامعه وفي ثانيه جامعه. بيبتدي يشتغلها وهو لسه طفل صغير. وهو بقول لحضرتك 9 سنين لحد 12 سنه. جامعه الطفل، والحقيقه يعني تجربه رائعه الطالب فيها، وحضرتك لا تتخيلي كميه الابداع اللي بنشوفه في الشعب المصري والطفل المصري من اذكى الاطفال على مستوى العالم. بالتاكيد يعني مصر حباها بالثروه البشريه، هي دي ثروتها الحقيقيه. وده اللي هنحس بيه ان شاء الله لما الشباب ده هيبقوا في سن الشباب، هتشوفي علماء ان شاء الله يعني العالم كله هيتحدث عنهم يعني. طب هل هناك معايير معينه او مواصفات معينه في من يتقدم ل يعني كليه الطب البيطري، يعني خريجين الثانويه العامه لما بيبتدوا يختاروا البرانشز او يختاروا الفروع اللي هيتخصصوا فيها؟ احيانا بيعتمدوا على المجموع احيانا، ولكن انا ازاي اقدر، حضرتك رساله توجهها الى كل طالب دلوقتي مقبل على دخول الجامعه السنه الجايه ان شاء الله، ازاي يقدر يجد في نفسه ان هو قادر او ان هو كفء لان يكون طبيب بيطري مميز، يعني لديه المهارات اللي حضرتك تحدثت عنها دلوقتي؟ هو طبعا مهنه الطب البيطري اول حاجه اللي عايز يمتهنها لازم يكون بيعشقها وبيحبها اولا. صحيح. لان هي مهنه بقت السكوب بتاعها كبير جدا. مجالات العمل فيها ممكن يشتغل في صحه وسلامه الغذاء، ممكن يشتغل في مجال الادويه، ممكن يشتغل في مزارع الدواجن، ممكن يشتغل في حقيقه مجالات كتيره جدا. فرقم واحد لازم يكون هو حابب الشغلانه اساسا يعني. الحاجه الثانيه انه عنده المهارات ازاي بيقدر يتعامل مع الحيوانات عشان خاطر يعمل لها هاندلنج. الحيوانات ما هياش الحيوانات الاليفه بس، احنا بقينا بنتكلم دلوقتي عن الحيوانات اللي هي في الغابات، الحاجات حتى الغابات. طبعا طبعا يعني الحفاظ على البيئه وده كل ده حاجات جديده. فالمجال كبير جدا لازم يكون حبه، والحقيقه ما عادتش مرتبطه بالمجموع. احنا بقى في دلوقتي كليات طب بيطري جامعات خاصه بقى عندهم طلبه كتيره جدا بتخش حابه هذه المهنه يعني. يعني هو بيدخل الكليه لان هو حابب يبقى في هذا المجال وشايف نفسه انه ممكن يقدر يدي فيه بشكل كبير. بالظبط بالظبط كده. طيب التغيرات المناخيه، التغيرات المناخيه احنا شايفين انها بتاثر بشكل كبير جدا على كافه القطاعات على مستوى العالم كله. وطبعا احنا كان عندنا مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ كان في شهر 11 اللي فات. هل التغيرات المناخيه حضرتك شايف وبنظره الخبير ليها تاثير كبير بشكل او باخر على الثروه الحيوانيه او الداجنه او السمكيه بشكل عام؟ وهل بتغير ايضا من اسلوب التعامل مع المشكلات والامراض والاوبئه وكيفيه ايضا يعني علاجها بشكل يتفق مع هذه التغيرات؟ بص حضرتك يعني مصر الحقيقه دوله كبيره جدا، وكانت من اول الدول اللي كانت مهتميه جدا بالتغيرات المناخيه وباتفاقيات المناخ. والحقيقه لما تيجي حضرتك تشوف الخريطه بتاع التغيرات المناخيه تلاقي ان مصر الدول اللي هي اقل نسبه كربونيه على مستوى العالم. يعني احنا دوله محافظه على البيئه جدا. صحيح. والدليل على كده ان احنا استضفنا كوب 27 صح. في شهر 11 اللي فات. طبعا هيأثر الكلام ده على المنظومه بتاعتنا كلها، طبا هتأثر زي العالم كله على الثروه الحيوانيه والدجاج على كل حاجه، لانه طبعا التغيرات المناخيه يعني المحاصيل نفسها هتتغير. يبقى اذا الاعلاف نفسها هيبقى في شورتش فيها. صحيح. يبقى اذا الحيوانات مش هتلاقي الاكل بتاعها. فكل المنظومه دي كلها، والحقيقه مصر حاطه خطه بحيث ان هي تقدر انها تتعامل مع هذه المشكلات. جميل. طيب هذه المشكلات القائمة، طيب حضرتك ممكن بنظرة الخبير تقول لنا ايه المشكلات المتوقع ان تكون موجودة خلال الفترة اللي جاية؟ احنا دايما بيبقى عندنا زي ما قلت لحضرتك نظرة استباقية، مصر 2030 2060. طيب خلال الفترة اللي جاية كليات الطب البيطري ازاي تقدر انها ليس فقط تخدم الاهداف او اهداف الدولة خلال الفترة الراهنة، ولكن يكون ليها نظرة استباقية في استشراف المشكلات والتحديات القادمة والتعامل معها بشكل مسبق قبل حدوثها، زي ما حصل كده في ازمات كتير خاصة بقطاع النقص الغذاء وسلاسل الامداد وملف القمح، وكان بيقول ان الدولة كانت قادرة على انها تستبق هذه المشكلات وتجد لها الحلول، ما كناش قدرنا ان احنا يعني نتجاوز هذه المشكلات وبهذا النجاح. بص حضرتك يعني احنا مثلا من ضمن المقررات اللي بقت متطلبات جامعه ما يطلق عليه علم القضايا المجتمعيه.
بحيث الطالب من اول ما يخش عندنا في سنه اولى يعرف ايه هي اهم القضايا المجتمعيه اللي لازم يبقى عنده معرفه بيها، من ضمنها هذه التغيرات المناخيه. نعم. يعني مثلا احنا جامعه مدينه سادات دي من ضمن الجامعات اللي هي داخله في مسابقه الجامعات الخضراء على مستوى العالم، بحيث ان احنا نقدر نشوف ايه هي البصمه الكربونيه بتاعت الجامعه، ايه هي ممكن نشوف مصادر طاقه ما تكونش بتلوث البيئه. جميل. الطاقه الشمسيه، كل ده عشان الطالب يبقى مستوعب ايه هي التغيرات المناخيه، ايه اللي نقدر نعمله عشان يبقى الطاقه بتاعتنا طاقه نظيفه، الجامعه خضراء، بحيث هو في يوم من الايام هيبقى سفير للكليه دي بره المجتمع. فهو ده دور الجامعه، انها تطلع اجيال ملمه بكل ما ممكن يحدق من مخاطر حوالين المجتمع. يعني هل اختلف التعليم في كليات الطب البيطري عن التعليم التقليدي في السابق؟ يعني بمعنى اخر نقدر نقول ان دلوقتي بقى في نوع من انواع العلوم البينيه بين الطب البيطري وبين بعض العلوم الاخرى المشتركه اللي نقدر نوصل بيها ان احنا نخرج خريج يقدر يتعامل مع ربما احتياجات مختلفه ومتميزه في سوق العمل. طبعا اولا القصه ان واحد يبقى ليه ديسيبلين واحد متخصص فيه اكل عليه الظهر وشرب خلاص، صحيح بقى حاجه تقليديه، بقى حاجة خلاص تقليدية خلاص. فالاصل حضرتك عشان تحل مشكله لازم نجمع اكتر من ديسيبلين واحد، ما يطلق عليه المالتي ديسيبلين. يعني مثلا احنا عندنا مشكله قشر الرز، قشر الرز دي بتيجي وقت من الاوقات لو اضطرينا ان احنا نحرقها هتلوث البيئه، هتعمل تلوث وفي نفس الوقت هتبقى بعد كده مشكلة كبيرة. عشان نحل المشكلة دي بنحتاج علماء، أولا إزاي علماء تغذية عشان يقدروا يحولوها لحاجة نستفيد منها، علماء إزاي نقدر حاجات بنحتاج بايو كيمستري، محتاجين أكتر من فرع من العلوم بحيث إن إحنا نحل مشكلة واحدة. فهو ده الجديد دلوقتي. يعني التخصصات البينية إحنا عندنا مثلا في مدينة سادات معهد الدراسات البيئية، معهد بحوث الهندسة الوراثية، معهد الطب البيطري في استخدامها في حول مشاكل الطاقة والزراعة والمياه، هو ده الجديد. طيب سؤال بيطرح نفسه أيضا، دور كلية الطب البيطري في التعامل مع الأمراض المشتركة. يعني هناك الكثير من الأمراض المشتركة وبالتأكيد إحنا بنعول على كلية الطب البيطري في التعامل معها وبشكل يعني متخصص بحيث إن إحنا نقدر نتفادى هذه المشكلات أو هذه الأمراض أو نتعامل معها بالشكل الصحيح عند حدوثها. يعني أو بص حضرتك، الدور رقم واحد للطبيب البيطري هو منع انتقال الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. بالضبط. وفي أكثر من 200 مرض ممكن معرض الإنسان يتعرض لهم من الحيوان، والدور الأساسي للطبيب البيطري أول حاجة بيعرف إيه هي الأمراض وإيه سبل الوقاية منها، ده دور أصيل للطبيب البيطري رقم دور واحد. دور أصيل لأي طبيب بيطري. طبعا طبعا. معرفة هذه الأمراض وكيفية الوقاية والتعامل معها. بالظبط. حتى احنا شفنا يمكن في أزمة كورونا كانت يعني إنها كان لها منشأ حيواني، وإلى يعني كان في أقاويل حول هذا الأمر. يعني في برضه كان إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور وما إلى ذلك، فيمكن الموضوع ده بيؤرق الكثير من المواطنين في هذا التوقيت تحديدا. طيب السؤال الأخير لحضرتك، احتياجات سوق العمل من خريجي الطب البيطري. يعني حضرتك شايف ان خريجي كليات الطب البيطري هم فعلا بالقدر الكافي لمواجهه احتياجات سوق العمل، ام احنا محتاجين عدد اكبر او محتاجين ربما عدد اقل؟ يعني حضرتك شايف الوضع ازاي؟ هو زي ما قلت لحضرتك، هو مهنه الطب البيطري مجالاتها سكوب بتاعها كبير جدا، والحقيقه يعني نادرا ما تلاقي طبيب بيطري بيلاقي مشكله بطاله، لان هو بيلاقي مجالات كتير مختلفه وبينيه زي ما احنا قلنا من شويه. ده كده بيقدر بيشتغل في الرقابه على الصادرات والواردات، صحه وسلامه الغذاء، حيوانات اليفه، مزارع البان، مزارع دواجن، مزارع حلاب. فالحقيقه مش هيغلب في ان هو يلاقي شغل. عدد الاطباء البيطريين عدد كبير، لكن مهنه مطلوبه على مستوى الوطن العربي، على المستوى الافريقي، على مستوى العالم. يعني احنا عندنا طلبه كثيره جدا في اوروبا، مطلوب الطبيب البيطري المصري بالتحديد. بالتاكيد. واحنا عاملين نوع من البروتوكولات بحيث معادله الشهادات، بحيث اول ما يتخرج يعمل معادله يتعترف بالشهاده المصريه دوليا. ده رائع. ويقدر ان هو يمارس عمله من وهو لسه متخرج بقاله سنتين ثلاثه. واحنا طبعا يعني اكيد بنعول على كليات الطب البيطري خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله انها تتعامل مع المشكلات الموجوده حاليا، وانها زي ما حضرتك قلت كده ان هم يكونوا سفراء على يعني مشرفين بره مصر. حضرتك بتقول ان هم بيتم معادله الشهاده بمنتهى السهوله وبمنتهى الاريحيه بدون اي تعقيدات. يعني وهم بيكونوا فعلا سفراء مشرفين لمصر كلها. فعلا والله.
الحقيقة يعني موضوع مهم جدا، ولكن عفوا لضيق الوقت شكرا جزيلا الدكتور علاء الدين حسين مصطفى عميد كلية الطب البيطري بجامعة السادات، كنت ضيفا كريما معنا يا فندم. أشكرك يا دكتور. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، طبعا احنا زي ما احنا شايفين كليات الطب البيطري ليها دور مهم وسباق أيضا، ودور بارز في خدمة المجتمع، التعامل مع ملفات كثيرة، الثروة الداجنة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، أيضا دورها في تخريج يعني زي ما بنقول كده يعني خريج قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة، قادر أن يواجه سوق العمل بكل تحدي ويكون لديه مهارات مختلفة، قادر أيضا أن يكون سفير مشرف لمصر دوليا على مستوى العالم. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لحضراتكم، والشكر أيضا موصول لفريق الإعداد والإخراج والفريق الفني. تحياتي، كنت معكم أنا رانيا البليدي، إلى اللقاء.